تشكل منطقة البحر الأحمر موقعاً استراتيجياً يحظى بالاهتمام والمراقبة الدولية، كونها نقطة تجارية رئيسة تربط القارات الشرقية بالغربية. كذلك يحتل مضيق باب المندب المرتبة الثالثة عالمياً بعد مضيقي ملقا وهرمز، ويمر عبره يومياً قرابة 3 ملايين برميل نفط بخلاف 21,000 سفينة سنوياً، أي ما يعادل من الشحنات والبضائع البحرية العالمية 10%. فماذا حدث في تلك المنطقة خلال الساعات الأخيرة؟ وهل تتسع دائرة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة المحاصر؟ بعد أيام من تهديدات باستهداف السفن الإسرائيلية، خطف الحوثيون سفينة تجارية في البحر الأحمر مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي. السفينة التي تحمل اسم جالاكسي ليدر، طاقمها الدولي مكون من 25 فرداً، سحبها مسلحو الحوثي من المياه الدولية إلى ميناء الحديدة. إسرائيل من جانبها قالت إن السفينة مملوكة لبريطانيين ويديرها يابانيون، وصفة الحادثة بأنها عمل إرهابي إيراني ستكون له تداعيات على الأمن البحري الدولي، في حين نفت إيران الاتهامات الإسرائيلية معتبرة إياها فارغة وتنجم عن الظروف المعقدة التي يواجهها الكيان. لكن وسط الاتهامات والنفي، ماذا بعد الحادثة؟ تصعيد أم احتواء؟ حسب المعطيات على الأرض، الحليف القوي والأبرز للحكومة الإسرائيلية واشنطن لا تريد الدخول في حرب مباشرة وتوسيع رقعة مواجهاتها مع إيران وحلفائها في المنطقة، كونها مقبلة على انتخابات رئاسية، والرأي العام الدولي أصبح يبدي تعاطفاً ملحوظاً لسكان قطاع غزة المحاصر. الحادثة التي تمثل مؤشراً خطيراً لحركة الملاحة الدولية المتأثرة بالفعل منذ أكثر من عام نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية لن تتركه واشنطن يمر حسب الإدارة الأمريكية التي توعدت بالرد المناسب. فما أدوات بايدن الحالية؟ اتساع دائرة الصراع لا يخدم بايدن المتعثر في معظم استطلاعات الرأي الأخيرة بالداخل الأمريكي، وبذلك ستقتصر ردود الفعل إما على توجيه طائرات مسيرة أو اللجوء لاتخاذ إجراءات دبلوماسية دولية لفرض العقوبات على القائمين بهذا الفعل، بجانب غارات تستهدف أذرع إيران في سوريا والعراق.